تشكيله قويه جدا الحقيقه بياخد بيها او بتاخد بيها منتخبات اوروبا بطوله اليورو. هنتكلم عليها وهنتكلم على ابرز النجوم، هنتكلم على اقوى المنتخبات، هنتكلم على الاجهزه الفنيه، هنتكلم على الصدمات الكبرى، الكلاشات المتوقعه بين عتاوله اوروبا. وان كانت الحقيقه الخريطه اتغيرت شويتين، يعني في الوقت اللي كانت فيه بلد زي ايطاليا دايما على قمه قائمه الترشيحات، النهارده بنشوف بلد جديده نوعا ما على الترشيحات زي بلجيكا. هنشوف الخريطه اتغيرت ازاي وهنشوف مين النجوم الجداد كمان اللي ممكن حضراتكم تستنوهم. يعني بعيدا عن انك انت بتشجع منتخب، انا في اوقات كثيره جدا بحب اتفرج على منتخب عشان فيه لعيب مثلا ستايله بيعجبني. هنسمع ونشوف النهارده طبعا من ضيوفنا تحليلات لبطوله يورو 2021. بيشرفنا طبعا كريم سعيد رئيس تحرير موقع يلا كوره، ضيفنا العزيز دايما في السادسه. اهلا بك يا كريم، شرفنا. اهلا بك يا احمد، ومساء الخير لكل مشاهدي قناه وكل يورو. وانت طيب. وانت طيب. وبيشرفنا كمان دكتور وليد الحديدي الناقد بالاهرام الرياضي، ضيفنا العزيز طبعا، بيشرفنا برضو في السادسه. اهلا بيك يا دكتور وليد. اهلا بيك يا استاذ احمد، يعني سعيد بالتواجد معاك وكمان مع كريم يمكن للمره الاولى على الهواء، وطبعا صديق عزيز. بس من زمان يعني دي اول مره نلتقي على الهواء، فلازم اديله تحيه خاصه. اهلا وسهلا، يا رب تقضوا معانا وقت ممتع ان شاء الله، ونقدم للناس وجبه ممتعه كده زي ما احنا مستنيين. كل اللي بيحب الكوره مستني اليورو عشان يستمتع ويشوف عروض قويه ويشوف نجوم كتير. طيب خليني في الاول قبل ما ادخل في التفاصيل، نعم، اسمع من وجهه نظركم كل واحد ليه ثلاث منتخبات سواء كان بيشجعها او شايف انها الاقدر بالوصول للتتويج، منصه التتويج في بطوله اليورو. والله طبعا زي ما انت قلت يا احمد في الانترو، الخريطه اتغيرت، الاسماء اللي كنا زمان بنستنى ان هي تتالق وتتصدر المجموعات وكمان توصل للفاينل او السيمي فاينل، الكلام ده اتغير. حتى والله احنا كنا قيمه يومين او ثلاث ايام كنت انا وبعض الاصدقاء عمالين نقول مين المنتخبات المرشحه؟ منتخبات ايه؟ ده هو انت النهارده كل الناس بتقول فرنسا. اها. ويعني والمتفائل عنده شويه تفاؤل كده ممكن نقول معاها بلجيكا. تمام. طبعا خريطه اللاعبين اتغيرت. انت بتشجع مين اساسا؟ يعني انت مالك مين بصرف نظر عن مستواك؟ انا من زمان بحب ايطاليا. ايطاليا؟ بس بصراحه انا في اوروبا يعني ماشي بمبدا واضح ومباشر. اللي هيكسب هشجعه، اللي هيخسر وهيوجع لي دماغي لا ما بناقص مش ناقصين وجع دماغ. انا في الانديه عملت كده، كنت بشجع يونايتد وجع لي دماغي، رحت راكنه على جنب ورحت رايح لجوارديولا والسيتي. بس احنا بره سهل نغير انتباهنا. يعني 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 بره ممكن فتره كانت المان يونايتد بيقدر حسب الكره الحلوه اللي بتتلعب. ما بص يا عم انت محليا عمرك ما تغير، فاذا حبيت تغير غير في اوروبا. فانا دلوقتي بحب فرنسا جدا. ايوه طبعا. واحد يعني وراها بلجيكا والثالث كرواتيا. كرواتيا.